نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها هو التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف. وأضافت المصادر أن الشائعات هدفها هو التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية. إذن نعيد على مسامعكم هذا النبأ العاجل، حيث نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها هو التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف. وأضافت المصادر أن الشائعات هدفها هو التأثير على استقرار سوق الصرف، وذلك بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.